إذن مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء ومن قلب منزل الفنانة أميمة سلامي. للأكيد تعرفنا عليها في سلسلة قد دور عويشة، كانت متألقة جدا ولعبت الدور ديال عويشة للمغاربة وخارج أرض الوطن كذلك. كانوا متبعين هذه السلسلة اللي كانت ناجحة ونسب المشاهدة كانت طالعة بزاف في اليوتيوب في لاشين ديال السلسلة. عويشة كانت محبوبة، كانوا الناس غير كيتسناو ديك عويشة اللي كتقول لي يا قدور. فأميمة من الفنانات اللي ما شاء الله شاملة، جمعت ما بين الصوت في الغناء والصوت في الدبلجة، وكذلك عندها موهبة ديال التمثيل، وللأسف اشتغلت مع قدور اللي غتشرح لنا التفاصيل اكثر، لكن ما عمرها تخلصات لمده 6 سنوات من العطاء، 6 سنوات من المشاهده اللي كاينه في اليوتيوب. وللاسف ما عمرها خدات المستحقات ديالها، وكنعرفوا ان اليوتيوب كيدخل مبالغ ماليه ضخمه، خصوصا ملي كيكونوا لي فيو طالعين بزاف. فاليوم دات قناه ديالها سماتها عويشه مرات قدور بالفرنسيه، راح كتبتها لكم في العنوان. المشاهدين اللي بغى يشجعها يدخل يتابع، الله نشوفوها من الفنانات الكبار وتاخذ الحق ديالها، لان كنتمنى المغاربه انهم يدعموا ويجيبوا لها الحق ديالها. مرحبا بيك اميمه. السلام عليكم، شكرا بزاف اختي ماريا على هاد الدعم ديالكم، والله العظيم الا كنت محتاجه ليه فريمون في هاد المرحله الاخيره. كنت مألمه بزاف من هاد الشيء اللي وقع ليا، خصوصا هاد الشيء اللي وقع ليا في المره الاخيره، كاع يعني جرحني بزاف. تقريبا من الاشتغال ديالك في هذه السلسله، شحال من عام تعرفت اول مره، شكون اللي اقترح لك انك تلعبيها؟ هذا المخرج ديال سلسله قدور عويشه اكتشفني في المسرح، كنت كندير المسرح في دار الشباب، تما فين اكتشفني واقترح عليا العمل. طبعا انا يعني بقى واحد المراهقه عندها واحد الطموح باغا توصل، يعني ديك الساعه قبلت العرض وكنت فرحانه بزاف. وصراحه هاد العرض اللي تقترح عليا او هاد العمل راه عطاني واحد لافونتاج كبير، انني بنيت ذاتي في مجال التمثيل. وبالنسبه لشحال من عام وانا خدامه معاه، دابا 6 سنين، يعني بديت معاه في ديسمبر 2015، يعني حنا غنحسبوا 2015 و2000 غنحسبوا 2016 و17 و18 و19 و20 و21، يعني غنحسبهم كاملين، راه هي 6 سنين. اول حلقه بديت بها اللي هي حلقه مبروك الزياده، كانت اول حلقه ديك الساعه ليا في السلسله، ومن اشهر الحلقات اللي مع الاسف هما مشهورين بزاف ولكن ما كيعرفوش شكون هي السيده اللي خدمات فيهم، اللي هي حلقه هنديه في المغرب، يمكن فيها اكثر من 22 مليون ديال المشاهده. والحلقه ديال الفواكه اللي كيغنيهم الصغير والكبير، كيغنيهم الفنانه، يعني كيحطوا عليهم فيديوهات ولكن ما عارفين شكون مغني داك الفيديو. شنو كنتي قلتي؟ عاودي لهم الاغنيه كان ممكن باش يعرفوا المغاربه انت صاحبه الاغنيه اللي كلشي دابا فنانين وكيديروها عندهم في انستغرام. انا البنانة، انا حبيتوني انا وانا كليتوني انا، انا البنانة، انا حبيتوني انا وانا كليتوني انا، انا 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 البنانة، انا هم 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 هم. انا اللي غنيتها في الجزء الاول ديالو والجزء الثاني. واش غنقول لك اختي، يعني انا الضرر اللي ضريت ماشي همني الفلوس، وانما اللي همني كثر هو تعطاني قيمه، شي تعطاني غير قيمتي الفنيه راه اهم من الفلوس. واخا انا تكرفصت، واش تخيلوا وحده يعني خدامه في سلسله اللي كتدخل كما كيقولوا بزاف ديال الفلوس، وانا ما رابحه منها والو، كنمشي ندير الميناج ونمشي نسيق الدروجات الناس ونمشي نتكرفص، واش هذا الشيء كيدخل للراس؟ راه انا تجبد لي صداع مع دارنا، راه هما دارنا اختي ماريا قدامك، قسما بالله تجبد لي معاهم صداع. كيقولوا لي كيفاش انت خدامه مع واحد كيدخل الفلوس وانت ما رابحه منه والو، وغير هذوك فلوس الطاكس؟ كنمشي ندير الميناج باش نمشي نقرا، عندي لافاك، وممكن ممكن يجي نهار اللي يمشي لافاك وممكن يجي نهار اللي يمشي لافاك بلا ريال بلا جوج، كنمشي باوتو ستوب ونجي على رجلي. زائد ان غير الا بغيت نسجل لكم ان السلسله، غير باش اول حاجه بعدا سمحوا لي، عرفتوا ما عندي مشكل ديال دقات القلب سريع، هذا الموضوع عصبني، ترى قلبي غادي يخرج من بلاصتو. غير باش نتوما تضحكوا تشوفوا واحد السلسله وتضحكوا
وتنشطكم وتحيد عليكم الهم. انا راه كنضرب الطريق من الساميه جوج من اخر الدنيا حتى التشارك على رجلي، باش الغد لي نتوما تحط ليكم واحد الفيديو فيه 3 ولا 4 دقائق وتضحكوا. انتي ما كتخلصيش فيه، وانا ما كنتخلصش فيه، ممكن ما ناخذش فلوس الطاكسي. انا كنت كارفص في هذاك الفيديو باش نتوما تضحكوا. داكشي علاش بغيت نقول للناس سمحوا لي، يعني لان انا ما شفتش، يعني منين قررت انني نحبس ما شفتش هذا الفيديو اللي تحط الاخر. فالناس بزاف كيصيفطوا لي امي ما دخلي تشوفي الهضره اللي تحطات عليك. فانا ضاربه تماره ديال 6 سنين باش يجي واحد الشخص ما يقدمش لي حتى كلمه شكر ولا يقول لي الله يرحم لك الوالدين، وانما كتب وحده تخلات. انا ما تخليتش الناس، هذه الكلمه بالضبط اللي بغيت نقول لكم، انا ما تخليتش على السلسله، انا تضريت، انا تكرفصت، انا تعذبت. راه ما كاينش شي مش كيهرب من دار العرس، راه ما يمكنش. انا كناخذ حقي وغادي نمشي ونخليه، راه انا محتاجه، واخا تكون درهم محتاجه ليها على الاقل. ما خلصتينيش غير دعمني، قول لي يا فلانه ديري قناه وندعمك ووصلي على الاقل، حتى اعطيني حقي غير في الاسم، اعطيني حقي غير يعرفوني الناس. شي انا من اليوم تعطاني حقي غدا نرجع للسلسله. هذا الشيء اللي بغيت الناس يعرفوا، لان الناس يكتبوا هي تخلات على السلسله. انا بغيت نقول لكم انا ما تخليتش على سلسله قدر عويشه، انا بغيت حقي فقط. حقي انا ما طلبت شي حاجه اللي خايبه. نتوما ما عارفينش شنو كاين، ما عارفينش شنو الواقع اللي كنعيش انايا، ما عارفينش الشمال اللي كنضرب، ما عارفين شحال ديال لي كيلومتر كنضرب على رجلي باش نتوما الغد اللي يطلع لكم حلقه زوينه فيها صوت عويشه وتضحكوا. في منين تقول ليه قدور، ومنين كتقول ليه نتوما ما عارفينش ديك التماره اللي كنضرب. يعني كتمشي على رجلك من الساميه حتى التشارك، راه كاين واحد المسافه. مسافه خصك جوج طاكسيات باش توصلي، انا كنضربها غير على رجلي. في الاول كنت كنقول ليه هاد الحلقات واش زعما كيخلصوا عليهم في الاول فاش الله بديت، يعني فاش بديت انا كانت يعدي 17 عام، دابا راني طالعه في 24 عام. بديت مع قاصر، كنت كنقول ليه وهاد الشيء شنو، علاش كدير هاد الشيء، انا ما عارفاش انا قاعده كيوتيوب علاش ولا داك الشيء. كنقول ليه علاش كدير هاد الشيء، كيقول لي رخاص هاد الشيء يشريو من عندنا التلفازه باش نعود. من بعد من بعد بابا شيفور ديال الطاكسي، يعني كيتقاتل مع الوقت وداك الشيء. ملي كيطلعوا مع الناس في يوتيوب في الطاكسي كيبدا يفتخر بيا، كيقول لهم بنتي راه خدامه في يوتيوب، راه هي اللي كدير هاد الصاوت وكذا وهادي. كيقولوا لي وشحال كتخلصي، يقول لهم على يوتيوب كيخلص كيبدا. يعني الناس راه ما بقاوش زعما كاين ما عارفينش على هاد المواضيع، على كل شيء. هذا راه هو موضوع الساعه، اي واحد غادي يجبد يوتيوب كل شيء غادي يبدا يهضر على يوتيوب، راه كيدخل فلوس كذا. كيجي بابا تيقول لي راه طلعوا معايا الناس في الطاكسي قالوا لي راه يوتيوب. كنقول ليه سير بابا الله يهديك اش من فلو، انا ما عارفاش، ما عارفه والو. وزائد انا عندي قناه كنحط فيها وما عارفاش انا كاع واش غندخل، نقدر ندخل موراها فلوس ولا لا. درت القناه في 2018. اميمه السلامي اكيد من الفنانات اللي اشتغلت في سلسله قدر عويشه، كانت هي عويشه اللي المغاربه كانوا كيحماقوا عليها سواء في المغرب ولا خارج ارض الوطن. فغادي نكملوا اللايف ديالنا اللي تحدث على الاب ديالها اللي هو سائق طاكسي، وكانوا كيركبوا معاه الناس وكيسولوا، كيفتخر بالابنه ديالو كيقولوا بنتي هي اللي كدير عويشه مع قدور. فاميمه تفضلي كملي للمشاهدين اللي اكيد كل كنقول لهم شكرا بزاف، والله شكرا بزاف. شي غير واخا يكونوا 10 الناس راه غادي يعطوني واحد القوه كبيره، لان فعلا تهرست في هذه المرحله الاخرى. المهم كما قلت لكم اب ديالي كانوا كيركبوا معاه الناس، كيركبوا معاه الناس الطاكسي، كيقولوا ليه كيقول لهم راه بنتي راه هي فلانه واش كتفرجوا فيها. كيقول لي بصح، وان فوا غتقولي شي واحد راك في يوتيوب وقناه مشهوره غادي يقول لك شحال كتخلص. هذه اي واحد هذه ما حيداش لك الطبيب يقول لك شحال كتدخلي. كيقول لهم كيفاش شحال كتخلص، كل واحد نسبه المشاهده راه فيها شحال من ويلي. كيجي بابا كيحيح عليا، خديتي فلوس الطاكسي وغتبقاي ديما تاخدي فلوس الطاكسي، واش انا غنبقى ديما نعطيك فلوس الطاكسي؟ ولات لاقيه مشكل، وانا ضروري خصني نخرج حلقه،
زائد بحال وليت كنتحدى عائلتي، بحال وليت كنتحدى ماما، وليت كنتحدى بابا، خصوصا انتم عارفين في هذه الازمه ديال الكورونا. انا كانت عندي كوميم، كانت عندي ديبلوم مؤطره تربويه، يعني كنعاون شويه، كنخدم في لي كيرميس لي زانيفيرسير هادي. وانتم عارفين في كورونا ما بقاوش التجمعات بزاف، كنغني، كنمشي للفيستيفال، كنمشي، ما مسوقاش، يعني كنقول اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. ولكن فاش جات هاد كورونا راه فعلا راه تقصحت انا. ده المشكله الكبيره كاع اللي خلاتني مرضت، قسما بالله اخوتي، لا شهر ما كناكل ما كنشرب، جاني تشنج في المعده. باش نوريكم لي زوردونونس فهاديك لا بيريود اللي قدروا عويشه تحبسات، ما كنتش انا كنسجل فيها، نوريكم لي زوردونونس، نوريكم الدوايات. وليت كنشرب واحد الدواء اللي قاصح بزاف، ما بقيت لا كناكل لا كنشرب، يعني جاني العصب وجاني تشنج في المعده. مرضت لواحد الدرجه ما تصوروهاش. علاش؟ انتم عارفين ان الانسان في الوقت ديال كورونا تأزم، تأزم ديال بصح، سي نورمال غيكون عندك كريديات، غيكون عندك بزاف د الحوايج. الناس كيشوفوا الحلقات كيتحطوا في يوتيوب، تيقول لك لا كتخلص ما بغيتش تعطينا رزقنا. خصوصا كاع فاش مؤخرا حطوا بالله القناه الفلان فلانيه اللي فيها سلسله قدروا عويشه حق الثراء، وغيتفرضوا عليهم بالضرائب. واش عرفتوا هذا الموضوع منين تحط؟ شنو ناض عليا انا وانا راه ما عندي والو، ما عندي حتى شي حاجه في داك الشيء كامل. قال لك لا انت عندك فلوس عطيني، كل اللي كيجي يقول لك عطيني رزقي كامل، بغيتو كامل، ولا انت عندك فلوس عندك الثراء. الثراء لقيتها باش نكوي على الخلعه. انا اصلا الموضوع ما جبتش لي، يعني ما جبتش لي الاخبار، حتى هما كيصيفطوا لي ليا امي مرة كاتبين بالله راه القناه اللي انت خدامه فيها حق الثراء، وانت ما بغيتش، انت كضحكي علينا بحال انا وليت كنضحك على الناس. والمشكله واخا نقول لهم لا نبرر ليهم، ما غيتيقونيش. واش قناه كتحطوا فيها الفيديوهات وفيها نسبه المشاهده طالعه، وغنقول لهم ما كنشدش فلوس، راه والله ما غيتيقوني، راه واخا ما نعرفش شنو يوقع. فانا كنخبي في قلبي ما كنهضرش، راه 6 سنين ما ساهلاش، راه عمر دري، عمر دري يكون كبر، كون راه دخل دابا التحضيري ولا ما عرفت، راه ما ساهلاش. اللي كان مصبرني هو حبي للمهنه اولا، انني بغيت ديك المهنه، بغيت داك الشيء اللي كندير. ثاني حاجه كنفرح الناس اللي كيكتبوا واخا ما كيعرفونيش، ولكن ملي كيكتبوا عويشه وعجبنا الطريقه باش هضر، يعني كنرتاح، كنقول كومون. ولكن راه خوتي حتى انا عييت، راه 6 سنين ديال التماره، راه حتى انا عييت، حتى انا راه بشر، حتى انا عندي كرامه. واش شي ضربه 6 سنين مع واحد الشخص ما عندك فيها حتى شي حاجه، ما عندك فيها والو، وفي الاخر كتلقاي مكتوبه عليك وحده ما بغاتش نجيبها بزاز، انا وليت وحده. هذيك هي الله يرحم لك الوالدين، هذيك هي شكرا، هذيك هي شكرا لانك وقفتي معايا. شنو نقول لكم بصراحه، هذا الموضوع اقسم بالله لا مرضني في صحتي انا. الناس كيدخلوا عندك يقول لي امي ما احنا معاك في اي حاجه، شكرا بزاف والله يخطيكم، ولكن هذا ميساج الناس بزاف ما كيعرفونيش. راه ممكن من هذيك 3.5 مليون اللي كاينه في ديال لي زابوني اللي كاينه في اليوتيوب، ممكن راه كيعرفوني من انايا غير 10 الناس. الحلقه اللي حقات 22 مليون راه ممكن انا كيعرفوني منها غير 5 ولا 6 الناس، ما كيعرفوش شكون هي هاد السيده، علاش دارت هكاك. وخصوصا كلمه ديال تخلات، ولا احد تخلات على سلسله جرحاتني، ولا الكلمه اللي قال ديال وحده. انا راه ماشي اي وحده، انا عندي سميه، سميتي اميمه سلامي، وخدمت سلسله 6 سنين، ما يمكنش غنجي ونتخلى عليها هكاك. احيتاش قال لي راسي بغيت نتخلى عليها، راه ما يمكنش هذا، راه ما تدخلش للراس. داكشي علاش بغيت الناس يعذروني ويفهموني ويسمحوا ليا الا تخليت على داك الدور اللي بغيتوه، ولكن قدروا المعاناه ديالي. شو تعطاني حقي من اليوم، غدا تشوفوني في السلسله، كنقسم لكم بالله اخوتي، يتعطاني حقي اليوم غدا تشوفوني في السلسله، ما طالبش شي مطالب شي حاجه. ودرتي قناه ديالك، ممكن انك انت تبقاي تهضري حيت عويشه الشخصيه ديالك. اييه عندي قناه ديالي اللي هي عويشه مرات قدور، كما كنقولوا حنا بالعرنسيه، عويشه مرات قدور، اللي دخلي عندي مرحبا به. ممكن كان ممكن يدير معايا جست بسيطه اختماريه، كان ممكن مثلا ما بغيتيش تخلصني قول لي شوفي ديري قناه انا ندعمها لك، وخليني ندبر راسي ديك الساعه انا، يعني يعرفوني الناس بقاو يدخلوا عندي وما نتخلصش انا من عنده، ماشي مشكل. هذه ابسط حاجه، يعني يدير لي قناه ويقول لي شوفي ها انت يلا دبري راسك معاها، يعني اقل جيست. هذه الحاجه الاولى. اما الحوايج اللي بغيت انا دابا، انا نرجع ماشي مشكل، انا ما عنديش. واش داك الشيء اللي فات الله يسامح والله يسمح لي،
قسما بالله ما نقولي شي كلمه خايب، بالعكس راه حتى 10 راه 6 سنين راه 10، الله يسامحه والله يسهل عليه والله يعاونه، وما نبغيش انا شي واحد زعما هادشي ما كنقولوش باش ديروا لي دي زابوني ولا تعاير ولا لا، لا بالعكس انا غير تجرحت من هذيك الهضره اللي تقالت ليا ومن الناس كيقولوا لي تخليتي على السلسله، انا باش تعرفوني علاش انايا مشيت من السلسله، هالسبب هادشي علاش ما كنتخلصش، كنتكرفص في ترونسبور زائد زائد كيمشي كيغبر عليه واحد المده، راني كنت فايته قبل دز مع شوف تي في، وديك لا بيريود اللي كتدز فيها انايا دابا نحط لكم الليان ديال الانترفيو الاول راه كان حابس عليا عاوتاني، يعني كنت كانوا سجلوا معايا بزاف ديال المنابر الاعلاميه كتبوا عليا بعد الصحف الالكترونيه وبعد المجلات، فقطع عليا عاوتاني مشى غبر تابغه وصيفط ليا السلام اجي تسجلي، دارها المره الاولى دارها المره الثانيه، وانا يعني ما كنعرفش لا سبب لا والو، حتى كيمشي كيغبر وكيجي كيقول لي فلان رجعي كنرجع، ولكن باش يدير عاوتاني المره الثالثه، راه انا بشار وعندي كرامه، انا راه ماشي غير محطوطه، على الاقل يقول لي فلانه راه انا مريض انا عندي هادي عندي هادي كوم، ماشي ماشي غبر وقت ما بغاويش هادشي اللي بقى في انا، قلت ليه سمح لي اخويا راه ما يمكنش تمشي تغبر تيقول على راسك وتجي تقول لي فلانه اجي رجعي، راه ماشي منطق هذا، راه اي واحد كان في بلاصتي غادي يبقى فيه الحال، فقال لي دابا واش ما غترجعيش، قلت ليه لا ما غنرجعش، قال لي انا قبل كانت فيا كورونا، قال لي يلا يعطيك داكشي اللي كان فيا، قلت ليه الله يجيني، واش نتوما في بلاصتي ما يبقاش فيكم الحال، واحد يقول لك الله يعطيك داكشي اللي كان فيا والو، وانا عرفته كان مريض بالحق ما عرفتش شنو كان عنده، قلت ليه خويا الله يشافيك ويعني الحمد لله على سلامتك، قال لي راه كانت فيا كورونا، قلت ليه على سلامتك وهذه الغد اللي مصيفط لي رجعي، راه ما يمكنش غنرجع انا راه واخا نكون انا ما عرفت شنو، واخا نكون انا ما عنديش القلب ميت واخا نكون جفاف راه ما يمكنش، فاش قلت ليه راه ما يمكنش، قلت ليه هادشي اللي كدير فيه راه ما يمكنش، مشيتي قطعتي عليا حتى قال لك راسك ورجعتي قلتي لي رجعي، ويقول لي الله يعطيك داكشي اللي كان فيا، واليوم كيقول لك فلانه تخلات، اليوم كيقول لك فلانه وحده، كيفاش ما فهمتش ما عرفتش ما والله ما بقيت عارفه شنو نقول لكم، انا دابا ممكن ننسى كل شيء، شي ممكن ننسى كل شيء غير المطالب ديالي والحقوق ديالي تعطاني رزق في الشهر كما يجب، ما بغيتش قل ما بغيتش كثر، قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع، ما بغيتش قل ما بغيتش كثر، هذاك الشيء اللي فات الله يسامح فيه، تعطاني سميتي في سمي تعطاني حقي في سميتي ان تحط وعرفوا الناس كل دار الدور في تصويرتي، يحطوا لي ثاني لي باج ديالي صافي، ما طالبش شي حاجه ما كايناش غير تعطاني حقي رزقي وتحط لي انا سميتي وعرفوا الناس شكون هي ديك السيده اللي كتخدم في داك الدار، ما طالبش شي حاجه، هذا ما كان. اسمح لي واحد دقيقه امل واخا تشوفي تليفوني بالنسبه لقناتي غندير فيها محتوى زوين، يعني شي حاجه نقيه زوينه، ما كندير لنا لا روتيني لا والو، بالعكس غادي نعطي نصائح الناس نعطيهم اهداف نعطيهم افكار زوينه نعطيهم تجربتي في الحياه نعطيهم يعني بزاف د الحوايج اللي زوينه ونقيه، نهضر على عويشه على لي كوليس على شنو تيوقع على كيفاش كنسجلوا اي حاجه زوينه ومحترمه غنهضر عليها في القناه ديالي، كنتمنى غير يشجعوني ويدعموني، ومرحبا باي واحد دخل عندي القناه ديالي هي عويشه مرات قدور بالعرنسيه بالعرنسيه مرحبا بكم مشاهدينا عند اميمه السلامي في القناه ديالها اللي هي عويشه ثلاثه مرات قدور تسعود، ان شاء الله نتمنى انكم شكرا ومرحبا بكم نتمنى انها تاخذ حقها ودير شي حاجه ديال عويشه، مرحبا قدور يا ويلي يا خويا مالك على هاد الحاله ومحشومه جعلك خرجتيها مني واخا عليك العدو والله لقيت فيك نغني شي حاجه مرحبا امر الله والحب عذاب ملكتيني وهنتيني وشمتي فيا عملت نية وما قريت حساب محنتيني وشفيتيني وغريت بيا الله يا سيدي
امر الله والحب عذاب، ملكتني وهنتيني وشمتي فيا، عملت نية وما قريت حساب، محنتيني وجفيتني وغريتي بيا، كانت كوى بالنار وانا قلبي محتار، دايب من صهد النار، ويه 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 هاد النار شكون يطفيها، بخاطر عملتيني بيها وكيف نقدر نسخى بيها. شكرا، الله يبارك فيك. شكرا لك اختي ماريا، وشكرا كاع الناس اللي تبعوني، وكنقول لهم مرحبا بكم عندي. وعويشه مرات تقدروا الا بغيتوها ترجع، ترجع فقط بغيت حقوقي هذا.